توجيه من دولة رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني المحترم بأن يتم متابعة المشاريع المتلكية. واحد من المشاريع المتلكية هو جامع نينوى الكبير الذي يعتبر أيقونة موصلية حضارية مهمة. الجامع يتسع لحوالي 6000 مصلي، ولكن مع الأسف منذ أكثر من عام المشروع متوقف كون هناك جهات رقابية تمارس أعمال الرقابة والتدقيق لوجود عدد من الشكاوي، من ضمنها هناك مغالاة بالأسعار وكذلك هناك أخطاء في جداول الكميات. نحن من غير المعقول أن يستمر توقف هذا المشروع، والأعمال التي صرفت وأنجزت تقدر بحوالي 30 مليار سيصيبها الاندثار مرة ثانية. إن شاء الله سنقوم بمفاتحة مكتب رئيس الوزراء لتشكيل لجان مشتركة من هيئة النزاهة وكذلك ديوان الرقابة المالية والوقف السني والمحافظة حتى يتم وضع الحلول المناسبة ويتم المباشرة بالعمل. من غير المعقول أن الأعمال التي نفذت أيضا ستندثر نتيجة توقف المشروع عن العمل. إن شاء الله سنتابع هذا الموضوع عن كثب حتى يتم إعادة هذا الصرح الكبير إلى الواجهة لمدينة الموصل ومحافظة نينوى، كأنه يعتبر أيقونة موصلية حضارية حديثة.